تسلسل لعبة جميلة. أكونيا أكونيا أكونيا، حلو حلو الهجوم. تحدث إسكالوني عن الهجوم الديناميتي، إن منتخب الأرجنتين اللي توج بكأس العالم في مناسبتين وكان وصيف في 3 مرات، واللي كان بطل لهذه المسابقة اللي هنشوفها إن شاء الله بعد أيام، الكوبا أمريكا اللي هتنطلق في البرازيل على فكرة في نسخة في 2020. ماتياس سواريز، ادي منتخب الارجنتين يلعب العرضية، ماتياس سواريز وداخل على طول اجويرو. حكم المباراة ادواردو جامبوا 42 عام، حكم اللقاء من طبعا تشيلي. ادي منتخب نيكاراغوا، نيكاراغوا احد دول امريكا الوسط في الكأس الذهبية في عامين او في اعوام 63 و69. في اول المحاولات على مرمى ارماني، ولكن هو على فرانكو ارماني. استلام على طول امامنا هنا، التحرك من جانب اللاعب اللي بيتحرك خانو وبول دانزييري وقايمه يعني اللاعبين. ادي امامنا هنا المدافع لويس فرنانديز، كوبتي امامنا في اللقطه الماضيه، اجويرو وكوبتي. اجويرو، ادي اجويرو يملك القدره على التسجيل والتهديد، لكن تخيلوا اجويرو لم يسجل الا في قايمه كبيره وارض الكوريه وايكاردي، ولكن هنا ميسي في حضور المنافسه. ادي ماتياس سواريز اماميه طويله، زيبا على طول المدافع، ضغط حلو قوي، وادي واحده لميسي التمريره الجميله، لمسه تمريره يا ولد. الهدف الاول هنا ماتياس سواريز، والحارس يتالق لورنتي هو القائم هنا في اللقطه الماضيه. فرصه تسجيل اول اهدافه الدوليه، ماتياس امامنا هنا في ثالث لقاءاته الدوليه، كان قريبا من تسجيل فرصه كبيره لكن اتعملت حلم، لان كان في نوع من التفاهم. الى ميسي، ميسي يحاول المرور وسط الحصار، ميسي الفاول، ميسي ياخد فاول، ميسي ياخد فاول امامنا، سدد الاولى. شوف امامنا هنا من اجل الصوره، امامنا هو اللاعب بونييد اللي عايز ياخد صوره. ادي امامنا هو بونييد واخد انذار، والمره دي بقى هو مارلون لوبيز هو دارو مع المنتخب الارجنتيني. كرة على طول امامنا، يعني ايه متتاليين في 2004 و2007 و2 بعد كده 2019. ادي امامنا كرة ميسي، لكن الكرة الامامية المرة دي تحضير حلو قوي. الاستلام هنا من اللاعب ماتياس سواريز في وسط الملعب، جيدو رودريجيز يغيروا اللعب امامنا، هو التسديد احد الحلول الى اخره. كرة مسددة من جانب امامنا باريدس امامنا الى اخره، سجل في مرمى سنغافورة في 2017. التحرك رقم 11 باريرا، كرات العالية أول كرة وأول الأوصال على العالم، لكن هي الميسي الثانية الثانية والثالثة. أوبا، الحاجات الحلوة، الحاجات الحلوة ظهرت. الكلام اللي هيتقال عن ميسي كلام كتير 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 الحقيقة. اللي عنده ميسي وما يعني يقلق، أعتقد إن ميسي عنده الحلول. آدي واحدة من الإبداعات هنا من جانب ليو ميسي في هذه اللقطة، يسجل هدف في الدوري رقم 66. بص شوف ميسي بيعمل ايه. لوسيلسو، ادي امامنا اجويرو، اجويرو يا ولد اجويرو، مهاجم مهاجم، وميسي يتابع. والهدف الثاني، الهدف الثاني كل دقيقة من الدقيقة 37 اهو للدقيقة 38 ميسي يسجل بمراوغة لثلاث لاعبين، هدف اول، ميسي يتابع كرة اجويرو في طريق المرمى اللي اصبح مفتوح امامنا هنا امام المهاره الارجنتينيه. ارجنتينيه جديده، استلام كون اجويرو بالكعب اجويرو، لكن على طول المره دي التغطيه. تشيلي لقبين، بيرو لقبين، كولومبيا عندها لقب، وبوليفيا عندها عدى حلو قوي. بونيه من اكونيا، ادي بونيه مراوغه اولى وثانيه وعدى، لكن يرجع على طول الى اجويرو. ادي الضغط هنا على اجويرو، فاول، فاول على اجويرو، فاول طبعا، حكم اللقاء لازم يوفر الحمايه، وفاول على خوان باريرا، بيلعب في مونيسيبال، بيلعب في جواتيمالا هذا اللاعب. الحقيقه انجازات كبيره جدا. ادي الكرات الثابته، لكن على طول ركنيه ثالثه في 2014 امام المنتخب الالماني بهدف اللاعب جوتزا. اللمحه الجميله يلعبها حلوه قوي، ادي امامنا لوسيلسو، لوسيلسو لكن في راهب ميسي، دخول ديبالا امامنا هنا مكان النجم ميسي، دخول ديبالا من كلاوديو اوراتيا واديسون طبعا. امامنا ميسي، ادي خروج ميسي ودخول باولو ديبالا، كرة العرضية والهدف. اللاعب اللي خرج اللاعب تشافاريا نزل مكانه اللاعب جوليانو، لعب اول لقاء كان امام بنما في عام 2009. حارس المرمى البديل هنري، ادي التدخل لكن في فاول.
في فاول امام ادي الحارس البديل يلعب في يوفنتوس باناجوا عاصمه طبعا نيكاراغوا. باناجوا هي العاصمه. ادي امامنا الكره الخطيره هنا، كره من اللاعب ماتيا سواريز، تحرك جميل قوي. ملعب المباراه اللي بيشهد حضور 25 الف مشجع هنا في ملعب ميلان، خمسه في الدوري. لسه كره حلوه قوي، وادي كره راسيه، ادي ماتيا سواريز ياخد اللاعب، وادي امامنا فرصه هنا وهدف هناك يضيع، والمحاوله قائمه في هذه اللحظه. اي تبادل للكره ما بين اكونيا، ادي ماركوس اكونيا، لكن في رايه وتسلل في اللقطه. وداي بالشوط الثاني المرمى المتواضع في اللقطه الماضيه، شوط الخطا هنري مارا فييجا حارس المرمى يلعب لقائه الدولي الثالث. طلع الحارس الاساسي لورنتي اللي لعب 26 لقاء دولي مباراه اليوم، ودخل الحارس هنري مارا فييجا كحارس بديل. النسخه القادمه ان شاء الله استثنائيا في ارجنتين وكولومبيا في 20. ودخل نيكولاس تجري فيكو، وامامنا هنا التبديل الاخر من اللاعب لوسيلسو، لكن على طول تقطيع من جانب اللاعب كابتي ديبالا. بارينس يضغط فاول على امامنا فارتينيز مكان اجويرو، ثم بعد ذلك شفنا بقى منذ لحظات تجري فيكو دخل في برز مكاسب الارجنتين، والتمريره البينيه تخدمه. بص عدم التفاهم بقى في اللقطه الماضيه، ديبالا في اللقطه الماضيه مع المهاجم لوتارو مارتينيز ودخلوا في بعض، ولكن كره لخارج. لكن بعد خروج ميطات ودي الكره العاليه على طول استلام، ادي امامنا لوتارو مارتينيز يا ولد، جول مهاجم امامنا هنا في هذه اللقطه، بديل اجويرو لوتارو امامنا اهو في هذه اللقطه. مارتينيز يسجل الهدف الثالث الارجنتين من الفولو والمتابعه مع اول الكرات اللي بين العارضه والقائمين. ميسي بيطمن على المجموعه والاسماء اللي معاه، لان النجاح في السابق ومن التجارب السابقه فشل الاعتماد الكلي على الحاله الانتقاليه. تحركوا 57 لاعب مع المنتخب. وراجعوا على فكره هذا اللاعب، انطلاقه امامنا هنا من روبرتو فيريرا، وادي لمسه تحرك، لكن اعتقد ممكن يكون في رايه وتسلل. رودريجو دوبون 25 سنه اللي امامنا، اربع لقاءات اولها مباراه العراق، ده لقائه الخامس على كوبا امريكا وايضا الامم افريقيا، وان شاء الله نتابع نهائي الويفا نيشنز ليج ما بين منتخب هولندا والبرتغال ان شاء الله يوم. من ضمن الاسماء اللي كانت معانا من على طول كره ملعوبه، هدف جديد ولكن الى خارج الملعب. حلوه الكوره امامنا اهو من جانب اللاعب ديبول اللي وضع الكوره يبحث عن اول اهدافه الدولي. ادي اللاعب رودريجو دوبال ضمن ال 13 لاعب اللي ضمهم لتشكيله خطيره، لكن ادي اختبار لفايس وخروج لارماني. ارماني فرانكو ارماني هنا ارتباك اخوان فايس. هل الامور هتبقى على نفس الوقت الخطيره؟ يطلع الى خارج الملعب، دي عنده 143، ميسي بقى 130. ايالا اصبح منتخب الارجنتين منتخب التانجو. استلام على طول لوسيلسو يلعب كوره عرضيه، روبرتو اللي خرج للقاء الدولي الثاني. راسيه ممكن هدف جديد عن طريق اللاعب امامنا اهو اللي بيسجل لوتارو مارتينيز. مهاجم مميز جدا في هذه المباراه، بيسجل هدفين، هدف في الدقيقه 63 وهدف في الدقيقه 73. اذا ميسي ثنائيه ولوتارو مارتينيز سجل رابع اهدافه الدوليه. بص الكره ملعوبه، الكره الركنيه امامنا هنا في هذه اللقطه، وادي امامنا الكره الفولو والمتابعه عدت من الدفاع، وصل الارجنتين امام نيكاراغوا على طول. روبرتو فيريرا يلعبها حلوه، لمست موري توقعها لوتارو، وادي امامنا كره على القائم البعيد، وكان متقدم امامنا في الدقيقه 63 بعد كره من اوتاميندي كانت وسط تحرك من جانب البديل اللي دخل رقم 16 في هذه المباراه بحضورها مع ست تبديلات وتسديدة المرة دي قوية. التسديدة حلوة التسديدة في اللقطة الماضية. هذه الكرة مسددة من قبل اللاعب باريدس وتصدي رائع من حارس المرمى المرة دي في اللقطة الماضية. عايز يعدي وعايز يثبت الراجل، وعدى فعلا وعمل كرة بالعرض والمتابعة، ويدخل بيها بريرا، يدخل بيها روبرتو بريرا. سجل في مرمى العراق في لقاء ودي في 2018، وسجل هنا في لقاء الدولي رقم 16 هدفه الدولي الثاني في هذه اللقطه، لاعب واتفورد
في هذه الكرة وهذا التحرك الرائع الحقيقة في اللقطة الماضية. أول لقاء مع البرازيل في 2014، لكن هجمة حلوة، مرور حلو من جانب اللاعب ديبول، كرة بتعدي من جانب اللاعب لوتارو مارتينيز، لكن